البرازيلي، الأيدي على القلوب، الكلاسيكو لربما يبدأ من هذه الكرة. إلياس يتقدم، ضرب الجزاء، من سجل في مباراة النصر ينتظر أن يسجل، وكرة جول. الكلاسيكو بدأ، أبواب الكلاسيكو فتحت، الديربي ولع، إلياس سجل والعيناوي راح وجاب الأفراح في مدينة الزهور. العيناوي يخطف أول زهرة، هي المباراة العودة عوايدها مثيرة، المباراة العودة عوايدها مثيرة، في مباراة ينتظرها الناس، يضع فيها بصمته البرازيلي إلياس، يتقدم للعين بهدف من ضربة جزاء ترجمت بالشكل السليم بالشكل الصحيح، وتقدم العين.